حد مثبتك مسدس على البطن بالشكل ده او في منتصف البطن بالشكل ده، بتاخد خطوة للاتجاه ده، ايدك الشمال ماسكة الاجزاء بتاعة المسدس، وايد اليمين ماسكة الايه، القبضة اللي ماسكة المسدس او قبضة المهاجم. يعني انا بناخد خطوة اهو، بناخد خطوة وايدي بيتحركوا في نفس الوقت اللي انا بتحرك فيه الخطوة، بتلف بيه الاتجاه ده. بتحرك انا خطوة هنا، خرجت بره المجال بتاع المسدس اهو، مجرد ما بتتحرك الخطوة بتطلع بره المجال اهو، بس في نفس الوقت اللي انت بتتحرك فيه ايدك الاتنين بيتحركوا مع بعض، بيمسكوا الماسكة دي، بتلف كده وبتسحب السحبة دي بأقصى قوة عندك اهو. أول ما بمسك الماسكة دي برجع تاني مكاني اهو، برجع لورا وأنا مغير الاتجاه بتاع المسدس.